هذه رسائل تحريضية من نقابة الصحفيين الإسرائيليين، هم اعتادوا على هذه الرسائل التحريضية، ولكن كل مرة يزيدوا وتيرة الرسائل التحريضية. المستهدف ليس ناصر أو بكير نقيب الصحفيين، المستهدف نقابة الصحفيين، المستهدف كل الصحفيين الفلسطينيين. واضح تماما، وهذه شهادة أننا نسير بالاتجاه الوطني المهني الصحيح، وبالتالي كل من يسير في هذا الاتجاه الوطني المهني الصحيح يستهدف من الاحتلال. ونحن رسالتنا واضحة لهم أننا سنبقى نسير بنفس الاتجاه، فضح جرائمهم ونقل الحقيقة إلى العالم، ونقل معاناة شعبنا من هذا الاحتلال وما يتعرض له شعبنا من تنكيل، وأيضا فضح الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين. همنا الأساسي ودورنا الأساسي فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.